بارك الله بكم. اليوم حديثنا عن شخصية لا كالشخصيات، عن نبي الله محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فبماذا تحبون أن تستفتحوا هذه الحلقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، وقد اختار من خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أحب الخلق إلى الله وأفضلهم وأخشاهم لله وأعلمهم بالله سبحانه وتعالى، ولذلك ربط الله اسمه باسمه سبحانه وتعالى، وربط الشهادة بصدقه بالشهادة بألوهيته سبحانه وتعالى. فإن دخول الإيمان لا يكون إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه شرفه وسلم. الله وكمله وفضله على سائر الخلائق، ورضيه لعباده أسوة وقدوة، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن أراد الإكثار من ذكر الله فعليه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، ومن أراد محبة الله فليحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليقتدي به وليتبع سنته، ومن أراد النجاة في اليوم الآخر فعليه أن يسلك طريق محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله. فهو الأسوة الصالحة والقدوة الحسنة منذ بعثه الله سبحانه وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. جميل. ولذلك فإن إمامته سابقة ولاحقة، فإمامته السابقة شملت الأنبياء الكرام، فإن الله أخذ عليهم العهد إذا بعث وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن يتبعوه وأن ينصروه. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وكذلك ما بعده فهذا امتداد لإمامته، فقد جعله الله إماما للمرسلين وإماما لأتباعه من هذه الأمة، أي ينادون باسمه يوم القيامة: وندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وجعل الله سبحانه وتعالى رسالته خاتمة للرسائل إلى أهل الأرض، ومعنى ذلك أنها كافية وعافية شافية، فهي أكمل وأفضل الرسائل التي اختارها الله لعباده إلى أهل الأرض. وهذا ما شرحه رسولنا صلى الله عليه وسلم في تمثيله العجيب للنبوة ببان بنى بيتا وكمله وجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون من موضع تلك اللبنة، فيقولون: ما بقي من هذا البنيان إلا هذه اللبنة. فهذا البنيان هو بنيان النبوة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، واللبنة الباقية هي محمد صلى الله عليه وسلم. فكمل الله به بناء النبوة وبناء الرسالة إلى أهل الأرض، فمعناه أنه بعث في خير قرن عرفته البشرية، وأن الذين آمنوا به هم خير أتباع الرسل، وأن الذين صدقوه هم خير مصدق الرسل، وأن ورثته وحملة ما جاء به من عند الله هم خير الحواريين، هم خير من حواري ما سبقه من الأنبياء، إلى غير ذلك من أنواع الفضل التي لا تحصى. جميل جميل جدا شيخنا. أريد هنا يعني أن أسأل سؤالا ربما يخطر على بال المشاهدين. الحب دائما الذي نعرفه في عصرنا هو يأتي هكذا فجأة، يعني دون تحضير دون سابق إنذار،
مباشرة نقول فلان أحببته، لا أعرف لماذا. أنا مثلا أحب الشيخ محمد الحسن الددو، هو عالم، هو شخصية محبوبة مقربة إلى القلب. النبي صلى الله عليه وسلم لم نره، سمعنا عنه، قرأنا أحاديثه، فكيف نحبه وكيف من الواجب علينا محبته؟ من الواجب علينا أن نعرفه وأن نصدقه، وذلك مقتضي لمحبته، ومحبته لها 5 أسباب. ككل المحبة، الحب كله تجلبه 5 جوانب. الجانب الأول وهو السبب الأول من أسباب المحبة هو الجمال، فكل جميل محبوب. فبمجرد رؤيتك لأي جميل تحبه، ولما فيه من صفات الجمال التي فطر الله الخلائق على محبتها. وهذا الجمال اتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلقته، فقد كان ربعة إلى الطول، لا هو بالقصير ولا بالطويل. كان لونه أحسن الألوان، أبيض مشربا بحمرة في وجهه. كان شعره أحسن الشعر، لا هو يا سلام. بالسبط ولا هو بالقطط. كان كذلك جسمه أحسن الأجسام، وهذا شامل لكل أعضائه التي وصفت، فكأن رقبته إبريق فضة، وكذلك ما جاء في وصف النور الذي يخرج من أرنبة أنفه، وكذلك ما كان عليه حمرار وجنتيه، وكذلك دعاج عينيه، وكذلك اسواس حاجبيه، وكذلك اعتدال لحيته وسوادها، وكذلك تباعد ما بين منكبيه واتساع صدره، وكذلك بدانته، فكان بطنه على قدر صدره بأبيه وأمي صلى الله صلى عليه الله عليه وسلم. وسلم. كذلك في حركته، فكان إذا التفت التفت جميعا، وكان يمشي تقلعا، وكان صلى الله عليه وسلم كذلك في نظره تبدو عليه السكينة والوقار، لا يكثر التلفت، وكذلك منطقه العذب الحلو الطيب المبارك، كان إذا خرج الكلام من فمه كأن البروق تلمع في فمه لبياض أسنانه وللنور الذي يخرج من فيه. صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما كان عليه في لباسه، فاللباس الذي يختار الله له كان جميلا، وما لبس ثوبا قط إلا جاء على قدر قامته، حتى لو كان الثوب طويلا أو قصيرا يجعله الله على قدر قامته. وهكذا في كل شيء يتصل بشخصيته الكريمة. فهذا الجمال الذي اتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي محبته والإعجاب به، سواء شاهدته بعينك أو نقل إليك. وقد قال بشار بن برد: والعين تعشق قبل والأذن تعشق قبل العين أحيانا. يا قومي، نفسي لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فهو أعمى ولكنه يسمع. والسبب الثاني من أسباب المحبة هو حسن الخلق. فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم رباه الله على أحسن تربية، وزكاه على أحسن قوام، وجعل خلقه أحسن الأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. كمل الله فيه كل المحاسن المعنوية والحسية. فخلقه لا يمكن أن يوصف في تمام مروءته وتمام رحمته وتمام صدقه وتمام شجاعته وتمام كرمه وسخائه وتمام طيب نفسه، وكل الصفات المحمودة في الخلق أيا كانت لم تجتمع بهذا الاجتماع بهذا المستوى في غيره صلى الله عليه وسلم. وكل من كان على خلق كريم فإن الناس يحبونه، لأن أخلاقه تدعوهم إلى محبته وتأسرهم إليه أسرا. والسبب الثالث من أسباب هذه المحبة هو إحسانه إلينا. فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أحسن إلينا غاية الإحسان، فقد جعله الله رحمته المهداة إلينا، وأنقذنا به من النار، وأخرجنا به من الجاهلية الجهلاء، وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس، وهدانا به للإسلام،
ونصرنا به على سائر الأمم، ومكن لنا به في الأرض. ويكفي من ذلك كله أنه جاءنا من عند الله بهذا الكتاب المبين الذي هو أحدث الكتب بالله عهدا، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. وكل هذا من فضائله علينا وآثاره وإحسانه، لم يترك خيرا قط إلا دلنا عليه، ولا شرا إلا حذرنا منه. دعاؤه كثير منه إنما هو لأمته، كان يدعو في كل ليلة لأمته أن يغفر الله لهم ما تقدم وما تأخر من ذنوبهم. وكذلك رحمته بأمته وسعيه للتخفيف عن أمته في كل شيء، في كل تشريع دائما يسعى للتخفيف عن هذه الأمة، كما قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقد قال: عزيز عليه ما عنتم، شديد عليه عنتكم وهو تعبكم، لا يريدنا أن نتعب ولا يريدنا أن ننصب، ويخاف علينا من الملل، كما في حديث ابن مسعود: إنما كان يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. وهذا التعامل الحسن ترك فينا هذا الأثر الذي هو محبته. فكل من أحسن إليك إذا كنت كريما ستحبه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. والسبب الرابع من هذه الأسباب هو الرجاء. فهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا نرجو من أحد من خلق الله ما نرجوه منه هو، فإننا نرجو أن ندعى باسمه يوم ندعو كل أناس بإمامهم، وأن نحشر تحت لوائه بيده لواء الحمد يوم القيامة، وأن نشرب من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن ندخل معه الجنة في الرعيل الأول، فهو أول من تشق عنه الأرض، وهو أول من يدخل الجنة، يحرك الحلقة فتفتح له أبواب الجنة الثمانية. نرجو أن ندخل في شفاعته، نرجو أن نرزق جواره في الفردوس الأعلى من الجنة. آمين. نرجو أن يغفر الله لنا بمحبتنا لرسوله واتباعنا له وتصديقنا بما جاء به. فهذا الرجاء العظيم يقتضي منا محبته. السبب الخامس من أسباب المحبة هو العلاقة. فكل من بينك وبينه علاقة تحبه على قدر تلك العلاقة، ولهذا أحببت والديك حبا شديدا لعلاقتك بهما، وأحببت ولدك لعلاقتك به، وأحببت جارك لعلاقتك به، وهكذا. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم: لا علاقة بين اثنين من المخلوقات كالعلاقة بيننا وبينه، فإنه صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا، كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فإنه أولى بنا من آبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأخواتنا وأصدقائنا وأحبابنا وقادتنا وزعمائنا، بل أولى بنا من أنفسنا. فذلك مقتضي لتمام المحبة. وهذه العلاقة بيننا وبينه لا بد من تنميتها، ولا بد أن نعرف أن أصحابه وأتباعه ليسوا على درجة السواء في محبته ولا في القرب منه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أسبابا للقرب من مجلسه ومحبته، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا. فهو صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، والخلق ينجذب إليه من على من كان مثله، فإن الطيور على أمثالها تقع، فمن كان حسن الخلق فليكون أقرب مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحسن الناس خلقا. وهكذا في بقية النصوص. جميل. التي جاء فيها ذكر القرب منه ومحبته. جميل جدا.